السلام عليكم وصباح الخير جماعة الدوزيام اني. دونك اليوم معكم استاذ مراد بصاحب برنامج المربي اي ليرنينغ، ومعايا اليوم مدام احلام المختصة في التوجيه. دونك احنا كما تستانسوا بينا في المربي اي ليرنينغ مقرري والمواد الكل، لكن زاده نتلهاو بالتلميذ في كل شيء بما فيه التوجيه اللي هي حاجه مهمه. كما تعرفوا انتم جاء وجودكم هنا دليل على انكم مهتمين بالحكايه برشا، وهي حاجه هايله برشا. دونك اليوم باش تكون حصه مفيده مهمه برشا مع مدام احلام اللي هي كما قلت مختصه في التوجيه، باش تعاونكم برشا اكيد. وهذا فرصه ليك باش تسال الاسئله اللي حاجك بهم انت، باش هكاك تنجم تحدد مصيرك. اكيد حكايه التوجيه راهي مغلقه شويه. باه دونك شنو باش نقول انا؟ شوف في عندي اسامي ممكن الظاهر اني اول مره يدخلوا على تجربه كي من هذه. دونك الحكايه راهي ماهيش صعيبه باش تتواصل مع الاستاذ، راهي حكايه ماهيش صعيبه بالكل. تو نوريكم انا كيفاش تو تتم العمليه. انت الساعه ماذا بينا قبل كل شيء ما تكونش بحذاك حتى حاجه فيها حس حتى ضوضاء، مش هكيك ما تقلق، حتى لا تقلق الأستاذ اللي باش يتواصل معاك ولا تقلق زملائك. متفقين يا جماعة؟ دونك هذه راهي حاجة مهمة. كان عندك بحاجتك حاجة ببعد عليه، كان حاجة فيها حس. متفقين؟ جوست أنا باش نعطيكم فكرة كيفاش باش تتواصلوا معنا في البرنامج هذا. دونك عندنا هنا قدامنا البانو هذايا، نورمالمون اذا كانك كونكتي على البي سي اون برانسيب يظهر لك هذا، واذا كان على التليفون مش يظهر لك حاجه اخرى مش بعيده، راهي مش بعيده على هذا، دونك مش مشكله. دونك عندك طريقتين باش تتواصل مع الاستاذ، يا اما بالميكرو. هنا عندك الميكرو نتاعك هذايا، على فكره البانو هذا اذا كان ما ظهر لكش لازم تنزل على الفلاش الاحمر هذا يخرج لك، اذا كانك على البي سي نحكي. متفقين؟ باه توا بالنسبه للتواصل عندك طريقتين نتاع التواصل. الطريقه الاولى بالميكرو، دونك تنزل على الميكرو نتاعك هذا تخليه محلول، ديما تخليه محلول. داكوغ الاستاذ باش يعطيك الكلمه يلزمك انت تهز ايدك. ليش تهز ايدك؟ مش تهز ايدك في الدار بتاع مي تنزل على تنزل تشتغل تصبرها في القسم تهز ايدك، لا راك تنزل على اليد هذه تظهر الاستاذ يولي يعرف اللي انت تحب تتكلم، دونك يعطيك الكلمه وقتها. متفقين؟ ترى خلينا نشوف انا باش نعمل لكم تيست صغير جوست باش نفهم اسكو تبعتوني ولا. ترى هزوا ايديكم الكل، انزلوا على الليد هذيك. ترى باه اوكي البقيه، ترى اي عليم ادم اوكي البقيه، ترى قال يسمعوا فيا. ماذا بيا تهزوا تنزلوا على الليد هذه، نعاود مره اخرى تنزلوا على الليد هذه. واضح؟ باش ياسمين هاله فداء وينكم انتم؟ ترى مدام اوكي مدام هاله تنزل مثال جديد باش نعرفوك تسمع فينا ولا تنزل على الليد هذه اذا كان كونكتيب بالبي سي. باهي اوكي دونك مرحبا بكم الناس الكل، يظل لي فما برشا فهموا الحكايه اساسي بيها. تنجموا تهبطوا ايديكم تو مثال تهبط ايدك يعني تعاود تنزل على الليد هذيك هي بيد تعاود تنزل عليها. اوكي برافو عليكم او سي بي، هذوما حاضرين بالكدا، هذوما حاضرين بالكدا. باه اوكي قبل ما نكمل فما طريقه اخرى لو تنجموا تتواصلوا بها، هي هذه انك تنجم تكتب ميساج. تنجم تكتب هنا في هذا بالضبط اللي قدامك، تكتب ميساج تظهر الاستاذ ينجم يجاوبك. سهله يظهر لي الحكايه خارق العاده. باه دونك حاجه اخيره قبل ما نعدي لكم مدام احلام، ماذا بينا احنا اذا كان تبع عندك ابوك ولا امك بحذاك في ميكا ميسالش كان ياخذ الكلمه راه ويسال هو ميسالش داكوردو كومام، راي الولي زاد عنده قيمه، اما في الاخر ديما الراي يرجع لك انت كما يقولوا جماعه التوجيه وعندهم الحق في هذا. يا متفقين يا جماعه؟ دونك اذا كان عندك الولي نتاعك بحذاك ميسالش مرحبا بيه، راهو ينجم ياخذ الكلمه ويسال اللي يحب. متفقين؟ فوالا ان شاء الله بالتوفيق، ربي معك ماش خليكم تو مدام احلام. السلام عليكم، تلامذتنا نتاع الدوزيام اني ان شاء الله باش نقدموا حصه في التوجيه. ماذا بينا نقدموا العمليه كيفاش تتم من الاول، ومن بعد نخلي لكم الفرصه باش اللي عنده اي سؤال والا اي استعلام يحب يتحصل عليه يتفضل يقدم السؤال نتاعو. اولا بون التجربه نتاعكم نتاع التوجيه
بديت من السنة الأولى، في منتهى نهاية السنة الأولى عملت التوجيه متاعكم، اللي هو مر مرحلتين، مرحلة توجيه تمهيدي ثم مرحلة توجيه نهائي. بالنسبة للتوجيه في السنة الأولى كما شفتوا بيان سور مريتوا بيه الناس الكل، هو توجيه تم نحو مسالك، اللي هما الأربع مسالك اللي عملناهم، كما مسلك العلوم، مسلك قلنا احنا مسلك العلوم، مسلك الآداب، مسلك الاقتصاد والخدمات، مسلك التكنولوجيا الإعلامية. دونك فما شكون من الوهلة الأولى توجه للمسلك نتاعو، فما شكون عمل إعادة في التوجيه، معناها بيان سور مرت بمطلب اعتراض ولقات مثلا موافقة متاع مجلس القسم. المهم بالنسبة لكم ليكم انتم تويكا تقرأوا سنة ثانية مسلك آداب، سنة ثانية مسلك اقتصاد وخدمات، سنة ثانية تكنولوجيا الإعلامية، سنة ثانية مسلك علوم، هكا ولا به. من بعد دونك في منتهى السنة الثانية عندكم توجيه آخر، التوجيه هذا باش تتعداو به من المسالك نحو الشعب. كانك في مسلك آداب، دونك باش يتم في نهاية السنة الثانية جوست تأكيد على هذا التوجيه، دونك جانسيست بيان اللي هو تأكيد. اش معناها تأكيد؟ معناها انت مسلك آداب مش تمر إلى شعبة الآداب، على هذاك نحكي على تأكيد. تأكيد معناها آداب آداب. كانك انت مسلك اقتصاد وخدمات باش تمر الى شعبه الاقتصاد والتصرف، دونك فيها شويه سبيسياليتي، معناها من الاقتصاد والخدمات للاقتصاد والتصرف، دونك تولي تعتمد على الجيستيون والايكونومي. كانك انت في مسلك تكنولوجيا الاعلاميه، دونك باش تمر الى شعبه علوم الاعلاميه، دونك باش تختص في علوم الاعلاميه. دونك هنا حكيت على تاكيد دونك تاكيد التوجيه. مش نمر توا للتوجيه الحقيقي اللي يعرف بالتوجيه في بالنسبة للسنة الثانية، هو اللي هو يهم جماعة العلوم بالأخص، اللي هما مسلك علوم. دونك مسلك العلوم هذا مش تتوجه انت به، عندك 3 possibility، 3 شعب مختلفة. الشعبة الأولى اللي هي شعبة الرياضيات، الشعبة الثانية اللي هي شعبة علوم التجريبية، والشعبة الثانية اللي هي شعبة علوم التقنية. هذوما هما الشعب. معناها بالنسبة لنا ما حكيتش على توجيه بالنسبة للمسلك الآداب، مسلك الاقتصاد والخدمات، ومسلك التكنولوجيا الإعلامية. وش نفتح قوس لهنا بالنسبة للتكنولوجيا الإعلامية، فما تلامذة malheureusement pour eux ما فهموش بالكدا، وهذه لي رومور اللي قاعدين يوصلوا لي. فما تلامذة يقول لك انا مدام عملت تكنولوجيا الإعلامية باش بعديك باش نتعدى تكنيك. رد بالك، راهو انت عملت تكنولوجيا الإعلامية في كمسلك باش تتعدى بها نورمالمون شعبة العلوم الإعلامية. يعني لو فات اللي انت باش تمشي تحب تمشي مثلا علوم تقنية انطلاقا من تكنولوجيا الإعلامية، راهو هذيك يدخل في باب إعادة توجيه، ماهوش توجيه. دونك انت مطالب لهنا باش تعمل مطلب، راهو باهي و سا ديبون، ينجم يوافق عليه كما نجم ما يوافقوش عليه. فيو اللي التوجيه يتم انطلاقا من مسلك العلوم الى العلوم التقنيه، هذاك هو التوجيه الاساسي، هما اولى. معناها جماعه مسلك العلوم اولى باش يتحصلوا على علوم التقنيه ك ان ليف كان في تكنولوجيا مسلك تكنولوجيا الاعلاميه وماشي العلوم الاعلاميه. سي بون، هذه الفكره الاولانيه. بعد بالنسبه للتوجيه، شنو هما شروط التوجيه؟ هما نفسهم الشروط اللي تبعناهم في السنة الأولى، نذكر بهم: رغبة التلميذ وميولاته، نتائجه ومؤهلاته، وموافقة مجلس القسم. دونك بالفولي بالفولي باش نحكيو عليه. كي نقول انا رغبة التلميذ وميولاته، اش معناها؟ معناها ان ليف في مسلك العلوم يحب، حاير سورتو لهنا باش نلقاو المشكلة، حاير يحب يا مات يا علوم تجريبية يا علوم تقنية، هذه الحيرة فاش تتمثل. فما تلامذة يجيوك يقول لك مدام أنا والله قالوا لي اللي شعبة العلوم التجريبية وشعبة الرياضيات صعب برشا، دونك أنا الأكثرية باش نمشي نعمل علوم تقنية.
باش نركز على البوان هذايا سورتو على خاطر نزيد باش نأكد اللي ما يلزمكش تسمع لي رومور دونك اللي بالنسبه لك انت صح ينجم يكون بالنسبه لغيرك صعيب والعكس وبالعكس. مثلا تلميذ يقول لك انا تعديت شعبه علوم تجريبيه وياسر خدمه ومات وفيزيك وسيونس كيف كيف تلميذ في الرياضيات ورد بالك راهي شعبه المات صعيبه كيف كيف كان تمشي تسال زاده جماعه العلوم التقنيه تيقول لك انا ماشي في بالي اللي هي علوم التقنيه شعبه سهله لوكو هيك طلعت فيها وفيها وفيها وفيها. ردوا بالكم ما تقعدوش تسمعوا في كلام اكس واجريك وزيت يلزمك لهنا هذه حكايه مصيريه راه كيف نقولوا احنا توجيه حكايه مصيريه معناها راك باش تمشي بليه نشوفوا مدام هيلا رافعه يدها هل تحب تتدخل معنا نشوفوه سون كوبي به نواصل مش مشكله مدام هيلا كان تحب تتدخل معانا تنجم تبعث لنا ان بوتي ميساج هبطت يد هاي مش مشكله عليم زاد كيف كيف ماذا بينا تهبط يدك كان ما عندكش سؤال توا بور لو مومون وي تري بيان به نمرو دونك قلنا il vaut mieux ما تبعش لا اكس لا ايغريك لا زد اهتم انت بروحك شكون انت سيد الموقف نتاعك دونك اول حاجه باش تعتمدها هو انت شنو تحب شنو حلمك شنو طموحك شنو ناوي باش تعمل بعد التوجيه هذا بعد الباك في مستقبلك هذه اول فكره. ثاني فكره شنو ما قدراتك اسكو انا جو مو فوا معناها انا في الشعبه الفلانيه راني نجم نمتاز نتميز به هكاك. دونك باش تعتمد على الميولات نتاعك باش تعرف روحك ولا تقول لي لا بابا قال لي لا امي قالت لي لا صاحبي قال لي لا انا باش نتبع شعبه الفلانيه على جيل صاحبي مشالها لا اكس لا ايغريك ما يهمني في حد يهمني كان في روحي وفي مستقبلي به. دونك ثاني حاجه باش نعتمدوها هي النتائج والمؤهلات كيف نقولوا احنا النتائج والمؤهلات سي با لا ميغابواغ راهو النتائج اللي باش نعتمدوهم كيما شفتوا في البروميير اني سي براتيكمون لا ميم شوز كانك انت مثلا في وعلاش نركز على شعبه العلوم خاطر بالنسبه للشعب الاخرين مش مشكله قلنا نعرفوهم ديجا اداب باش يمشي اداب اقتصاد وخدمات باش يمشي اقتصاد وتصرف وتكنولوجيا الاعلاميه باش يواصل في العلوم الاعلاميه دونك شركز على العلوم على خطر هنا مش تم التوجيه قلنا. بالنسبه للنتائج والمؤهلات كما شفنا في السنه في نهايه السنه الاولى عندي مواد مرجع مش نعتمدهم شنو هما هالمواد المرجع حسب الشعب. دونك عندي مجموعه اولى ومجموعه ثانيه. المجموعه الاولى تضم الرياضيات والعلوم الفيزيائي والمجموعه الثانيه تضم علوم الحياه والارض والتكنولوجيا. انت il suffit d'avoir deux notes من هذوما اللي العدد فيهم يفوق والا يساوي 9 دونك مش تمر للشعبه نتاعك فهمنا. دونك بالنسبه لنا اللي نحن باش نزيد نفسر لكم بالاكسبوزي دونك بالنسبه للتوجيه هذا يتم في الاسبوع الثالث من شهر افريل. دونك في الاسبوع الثالث من شهر افريل نورمالمون نمدوكم بالبطاقات نتاع التوجيه اللي تم تعميرها من قبل التلاميذ مهما كانت النتائج نتاع الثلاثي الاول والثاني. دونك التلاميذ الكل مش تتواجه. دونك يقع مجلس القسم هذايا اللي يضم الاساتذه نتاع القسم والاستاذ المسؤول على التوجيه بالمعهد نتاعكم. تعلق النتائج بغية القبول أو الاعتراف. كي نقول أنا تعلق النتائج معناها في ساحة المدرسة تلقى سبورة باش يعلقوا لكم فيها بالاسم بالاسم كل تلميذ وين تم توجيهه أنهي الشعبة اللي مشي لها. به شيق على هنا التلميذ اللي ماهوش راضي على النتيجة متاع التوجيه التمهيدي هذي ينجم يتصل بالإدارة تمكنه من مطبوعة يقوم بتعمير هالمطبوعة هذي ومن بعد المسؤولة على التوجيه بالمعهد هي اللي باش تقوم بمقابلته. دونك المقابلات هذه يا اما تتم في شكل مجموعات او في شكل افراد. دونك تسالوا بيان سور اسئله علاش يحب علاش هو مش راضي على التوجيه التمهيدي وبعد
تقدم تقرير، التقرير هذا يتم اعتماده في نهاية السنة الدراسية يعني في منتهى التريمستر الثالثة، ويعتمد مجلس القسم في التوجيه به. دونك قلنا التوجيه في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي، تأكيد مجلس القسم. مسلك الآداب قلنا مش يمشي شعبة آداب، هذا تأكيد. مسلك الاقتصاد والخدمات مش يمشي شعبة اقتصاد وتصرف، تابعوني شوية. مسلك تكنولوجيا الإعلامية مش يمشي شعبة علوم الإعلامية، دونك هنا معنا حتى مشكلة. طيب باش نمروا للتوجيه بالنسبة الحقيقي في نهاية السنة الثانية. قلنا مسلك اللي يخص مسلك العلوم، باش نحكيو على شعبة الرياضيات، باش نركزوا شوية لهنا على شعبة الرياضيات. التلميذ اللي باش يمشي من مسلك العلوم من شعبة الرياضيات شي يلزمه؟ هذوما الرياضيات والفيزياء هما المواد المرجع متاع المجموعة الأولى، وعلوم الحياة والأرض هما المجموعة الثانية والفرنسية. يعني يكفي أنه التلميذ يكون واخذ 9 في رياضيات أو فيزياء، و9 في علوم الحياة والأرض أو فرنسية، أو بيان 9 في الرياضيات و9 في الفيزياء باش يتحصل على شعبة الرياضيات. ظهر لي ماشي صعيبة الكونديسيون. بالنسبة للتلميذ اللي يحب على شعبة العلوم التجريبية، دونك شنو هما المواد المرجع؟ بالنسبة للمجموعة الأولى تضم علوم الحياة والأرض والفيزياء والعلوم الفيزيائية، وبالنسبة للمجموعة الثانية تضم الرياضيات والفرنسية. نزيد نفسر، التلميذ اللي طالب شعبة علوم تجريبية يلزم يكون عنده 9 علوم حياة أرض، 9 علوم فيزيائية، أو 9 في مادة من المواد هذوما اللي هي علوم الحياة الأرض أو فيزياء، ومادة أخرى فيها 9 رياضيات أو فرنسية. دونك إي لغة هك الشعبة هذيك اللي طلبها اللي هي شعبة العلوم التجريبية. بالنسبة لشعبة العلوم التقنية، شنو هما المواد المرجع؟ المجموعة الأولى تضم الرياضيات والتكنولوجيا، والمجموعة الثانية تضم العلوم الفيزيائية والفرنسية. يعني يكفي أنه التلميذ يلغى 9 في الرياضيات والتكنولوجيا، أو 9 في رياضيات أو تكنولوجيا ومعها 9 في علوم الفيزيائية أو الفرنسية. المهم بالنسبة لنا 2 مواد، الشرط الأساسي أنه مادة منهم تنتمي إلى المجموعة الأولى. واضحة؟ نواصل. مش نعطيكم فكرة على إعادة التوجيه في نهاية السنة الثانية في حالة الارتقاء، معناها تلميذ نجح في السنة الثانية وماشي للسنة الثالثة وهو ما هوش راضي على اللي عمله بالنسبة للسنة الثانية. مثلا ناخذ أنا تلميذ في المسلك الأداب، دونك قرأ مسلك أداب ويحب يبدل، ما هوش راضي كمان على التوجيه اللي عامله. دونك شنو ينجم يعمل؟ ينجم يعمل إعادة التوجيه، مطلب في إعادة التوجيه إلى شعبة الاقتصاد والتصرف. يعني ما هوش مش يفند هك الشعبة اللي عملها. ألوغكو أني لاف في مسلك الاقتصاد والخدمات ينجم يعمل مطلب في إعادة التوجيه في نهاية السنة الثانية إلى شعبة العلوم. يعني يتعدى من سنة ثانية اقتصاد وخدمات إلى سنة ثالثة علوم. كيما تلميذ مسلك أداب سنة ثانية أداب ينجم يعمل دوموند ويبدل شعبة اقتصاد التصرف. هذه الكل راهو يا الأولاد إعادة توجيه، ما يتسماش توجيه. بالنسبة لمسلك تكنولوجيا الإعلامية، ركزوا لي لهنا، مسلك تكنولوجيا الإعلامية عنده الحق باش يعمل شعبة رياضيات، معناها يتعدى من سنة ثانية تكنولوجيا إعلامية إلى شعبة رياضيات، أو بيان تكنولوجيا إعلامية إلى شعبة علوم التقنية. راهو هذايا يدخل في إطار إعادة التوجيه، ما هوش توجيه. مسلك العلوم في إعادة التوجيه نحكيه ينجم يعمل مطلب، معناه هو مثلا وشفنا عنا ديكا في الكلاس، تلميذة تجي تقول لك مدام راني أنا تعديت للمسلك هذا متاع العلوم ألوغكو أنا مانيش رغبة فيها 100%، أما راني والدي هما اللي أثروا عليا باش مشيت للمسلك هذا، وراني فماشي بوسيبيليتي مدام باش نبدل عام الجاي، اسكو يلزمني ندوبل انا في الدوزيام اني باش نمشي شعبه اداب ولا شعبه علوم اعلامي؟ لا، ما معناه مش ما يلزمكش الدوبل، عليه الدوبل.
دونك تنجم تتعدى للسنة الثانية أمورك واضحة، وتعمل مطلب في إعادة التوجيه إلى شعبة الآداب أو إلى شعبة علوم الإعلامية، هذوما اللي شوا اللي عندك. به إن شاء الله نكون معناها قدمت معلومات كافية بالنسبة لكم، وبالتوفيق إن شاء الله بالنسبة لأبناء الكل. وما تنسيوش جنسيست بيان اللي راهو المستقبل، هذا راهو مستقبلكم انتوما، وراهو راكم انتوما اصحاب القرار، وراهو نهار اخر انت اللي مش تتحمل مسؤوليتك، حتى حد ما مش يقعد يعاني. دونك il vaut mieux dès le départ تعمل une bonne orientation. باه شوفوا مدام هيلا تنجم تتدخل معنا الميكرو. ظهر لي كونيكسيون تاعها. هل مدام هيلا الميكرو متاعك حلو مدام هيلا. en attendant ادم ياسمين ساسي عليم اسامة روند، عندكم شي اسئلة تفضلوا، اللي عنده سؤال ينجم يسألوا، فرصة راهي بالنسبة لكم. يا عليم نعطيوك الكلمة، حل الميكرو متاعك عليم. مرحبا بك مدام. مرحبا بك، تفضل. عايشك مدام. حاب اسالك مدام في الجامعة معناها بعد الباك مدام كيفاش نعملوا بعد الباك، معناها كي تمشي رياضيات بعد هيك هما اللبس هول عندك بعد المات، فهمت؟ باه سؤال باهي في محله علي. باه دونك انت يا سي عليم سالنا سؤال، قال لنا تو انا كي باش نعمل شعبه مات، باش نتوجه شعبه المات، شنو هما الافاق بعد الباك؟ باه ريت انت شعبه المات هذيك مش تخول لك انك تمشي نيمبورت كيل فيليير من بعد. باه هتو ديجا نقدموا لكم نحن اوراق بالنسبه للتوجيه، يعطيوك شنو هو الاهتمامات وشنو هما كيما نقولوا كيف الافاق، فوالا الافاق اللي تقدمهم لك شعبة الرياضيات. به بالنسبة لشعبة الرياضيات هي أكثر شعبة فيها أفاق، راحوا باش نتفاهموا. نجم تمشي تعمل ليزانجينيورا، نجم تمشي تعمل الاختراعاتك العلمية التكنولوجية التجارب العلوم التطبيقية اكسيتيرا، فهمتني؟ العلوم الفيزيائية كيما تنجم تبدل كاريمون للي لونغ، معناها تنجم تعمل نامبورت كوا بعد الباك للانفورماتيك اكسيتيرا. باهية؟ وي ميرسي. عندك سؤال آخر؟ لا لا ميرسي. شكرا على التدخل. دونك نجم تسكر الميكرو متاعك وتهبط يدك. يا عليم. باهي مدام هيلا ديما طالبة الكلمة أما ما نجمتش أبارامون تتدخل. جو ناريف با ريغلي لو بروبليم دو سون مدام هيلا. راه نشوفو معاك le problème. Le son est coupé par le participant. Dhali عندك انت كليكي عليه مرة بركة. كليكي مرة بركة على الصوت. وي. به مدام هيلا تحب تقدم لنا توضيح فيما يخص مسلك تكنولوجيا الإعلامية. الصوت كوبي ديما. فهمنيش عليه. وي نجم مدام هيلا تواصل معنا بالكتيبه، ما يصيرش مش مشكله تو نبلغ لهم طونك لو سون ما موش اكتيف. به ادم في دي لبقيه، شعبة الرياضيات تعتبر توجيه وليست اعاده توجيه. وي بالنسبه لشعبة الرياضيات توجيه فكرني. يا ادم تفضل. صباح الخير مدام. صباح النور. صباح الخير لاباس محمد مدام. دونك علاش مع التكنيك لقاو دوزيام تكنيك، علاش نحيلو ماتير سيونس؟ معناها فما شكون يكون باهي في التكنيك وباهي فرد وقت في السيونس، معناها كي تنحيالو كانو خسر سوس دو نوت معناها. فوالا باهي سؤال زاد في محله.
سي ادم يسال قال علاش تلامذة التكنيك ما عندهمش الحق باش يقراو سيونس في التروازيام اني الوغ كو هو مثلا تلميذ ينجم يكون باهي في سيونس وسوج دو نوت بالنسبه له. دونك هذه والله الحكايه دخلنا فيها مع المتفقدين وقلنا علاش كيما جماعه الليتر ما ياخذوهاش اوبسيون كيما تعرف الحكايات هذوما تدخل فيهم الوزاره ومطلب ديجا قدمناه وما زال ما نظروش فيه ان شاء الله في اصلاح عمليه في الاصلاحات اللي قاعده تقوم بهم وزاره التربيه ان شاء الله يخدموها بعين الاعتبار. عندك الحق والف الحق ما عايش كما دام اي على الاورينتاسيون عندك شي حاجه لا لا سا مدام هيلا ايه تري بيان اي مدام هيلا مدام هيلا نسمع فيك هاو صوت حلا مسموع تاع صوتي اي مسموع تري بيان تفضل باه سامحوني تعطلت شوي سمعتك احلام وانت تقدم مدام احلام قبيله وقت اللي حكيت على مسلك التكنولوجيا الاعلاميه بالنسبه للتوجيه لمسلك بعد ما بعد مسلك التكنولوجيا الاعلاميه يعني الشعبه في السنه الثالثه اما يكملوا علوم اعلاميه او عندهم امكانيه انهم يعملوا ثالثة رياضيات راهي تعتبر توجيها وليست اعاده التوجيه. اعاده التوجيه فقط فيما يخص علوم التقنيه. اوكي فهمتك. هنا صارت نيونس في تقديم المعلومه باش ما يفهموها. يعني بالنسبه يعني عاود تلميذ ثانيه تكنولوجيا اعلاميه عنده في التوجيه اختيار ما بين انه يواصل ثالثه علوم إعلامية أو ثالثة في الرياضيات. بينما علوم تقنية تعتبر إعادة توجيه. إعادة توجيه هاي بالضبط. أوكي. أوكي. شكراً على المعلومة. أنا حسب معلوماتي وذكم الكليزة فيش اللي بتحصل عليهم من عن طريق الإدارة حاطيني في مسلك التكنولوجيا الإعلامية اللي هي راهي تابعة لإعادة التوجيه. فهمتني؟ الرياضيات. ايه الرياضيات في مسلك التكنولوجيا الاعلاميه به اوكي فهمنا ميرسي على هذا هما عاده قله شديده من تلمس التكنولوجيا الاعلاميه يطلبوا عاده علوم تقنيه فهمت كي نحسبوها بالستمون اوكي شكرا يعني عايشه مدام هي العطاوديه هاي نشوف وناخذ تلميذه اخرى شكون ادم مازال رفع صبعه شوفوا ادم سيها بصبع ياسمين يدو مش مشكله ياسمين ياسمين عندك سؤال وي ياسمين هاي تفضل ياسمين بس بخير مدام صباح النور بخير مدام لي كونساي نتاعك بارابول لوبسيون به لوبسيون الماتيير اوبسيونيل به لي كونساي بالنسبه للماتيير تحكي على الماتيير اوبسيونيل هكا ولا هاي خاطر مش قاعده نسمع فيك كوم يلفو به إيه بالنسبة لمدام هيلا هو باش نخلي ولها الميكرو متاعها محلول باش وقت اللي تحب تدخل تدخل معانا أوكي مدام هيلا في أحلام إيه فوالا تري بيان أوك خليني لك الميكرو محلول باش وقت اللي تحب تدخل تتفضل أوكي أوكي بيه تحب ندخل في المواد الاختيارية وي تفضل أي بيه بالنسبة للمواد الاختيارية أول شيء ساعة راهم المواد الاختيارية صحيح وما نعم إيه سي بون مريق المواد الاختياريه ساعه التلميذ لازم يعرف شنو المواد الاختياريه المتوفره في المعهد نتاعو حتى نجم نحكي له مثلا على اللغه الصينيه اللي هي ما تكونش متوفره في المعهد نتاعو داكوردو ثانيا بالنسبه نرجع للغه لحظه مدام هيلا خليني نقدم لهم شكونك انت بالضبط فهمتني خليهم ثلاثه بون بالنسبه لمدام هيلا هي المسؤوله على مستشاره في التوجيه بالنسبة للمعاهد متاع ولاية نابل الكل راهو ويعطيها الصحة اللي واكبت معانا هالحصة باش تزيد تفيدكم أكثر أوكي تفضلوا
جوست نصحح لك مستشارة في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، نتبع مندوبية نابل، لكن عندي معايا زملاء آخرين، راهو كل واحد عنده في عهده معهد، يعني أنا عندي معهد وعندي 7 زملاء آخرين، يعني تقريبا، مش تقريبا، المعهد نحكي عندنا انت. راه أنت تعرفني خاطر نتعاملوا مع بعضنا، بما أنك أنت أستاذة مكلفة بالتوجيه، نتعاملوا مع بعضنا. دونك عندنا من الزملاء، يعني كل تلميذ يعرف اللي في المعهد نتاعو عنده مستشار في الإعلام والتوجيه، كما يوجد أساتذة مكلفين بالتوجيه، لكن احنا تو هنا باش نزيدوا ونقويوا الرابط ما بين التلميذ وما بين اللي باش يمدوا بالمعلومة. باه نرجعوا للمواد الاختيارية. المواد الاختيارية هي تنقسم، عندنا اللغات، عندنا الفنون، وعندنا العلوم الطبيعية اللي كما أشرت أنت في السابق قبيلة في مداخلتك، اللي هي تهم مثل الآداب. باه نبدأ من العلوم، من مادة علوم حيوية الأرض. التلميذ اللي في الآداب إذا يطمح بعد البكالوريا باش يعمل شعبة طبية أو شبه طبية، راهو يلزمه حسب النظام الحالي يلزمه يكون عامل مادة أوبسيون. اختيارية علوم حياة والأرض، وإلا مهما يكون معدل راهو ما عندوش حق في الخيار هذايا في التوجيه الجامعي. بالنسبة للغات، احنا نعرفوا من بعد الباك باش نتوجهوا توجيه جامعي عندنا ما يسمى بمجموع النقاط اللي يعرفوه الناس كل سكور. اللغات ما عدا الصينية والروسية، يعني كي نقول ألمانية، نقول إيطالية، نقول إسبانية، راهم يدخلوا أعدادهم في مجموع النقاط. يعني تلميذ إلي مش عامل هذايا قبل في المنظومة السابقة، قبل ما كانش يتمتع بهم بالكل، متوا راهو باش يخسر أحقية. واضح صوتي؟ واضح واضح. به اذا انا ما نجمش نقول شنو هي الماده والماده الاختياريه الاحسن. التلميذ شنو مشروعه بعد البكالوريا؟ الماده الاختياريه اللي باش يقراها باش ياخذ بها عدد فقط، خاطر نعرفوا الماده الاختياريه زاده ايا كانت الماده الاختياريه في البكالوريا في الامتحان في النهائي في البكالوريا، يعني عند اجتياز امتحان البكالوريا ما عادش مادة تحسب بضرب. أي نقطة فوق العشرة، أي ممكن نقوله نقطة أو جزء من النقطة، تنجم نقول حتى 0.25، هي تضاف إلى المجموع، وعند القسمة ما نقسموش، نقسمه على مجموع الضوارب اللي نجمعوا بهم في وسط العام، نحيو منهم الواحد نتاع المادة الاختيارية. نعرفش كلامي هكا مفهوم ولا لا؟ وي، معناها ديما النقاط اللي فوق العشرة داخلين في الربح. C'est ça, c'est un bonus. C'est un bonus non coefficienté. D'accord? Donc, هنا التلميذ يحط في باله ان هي المادة اللي يجب يربح منها نقاط اكثر. واذا كان هو عنده في مشروعه المهني اختيار جامعي قد يكون مرتبط باحدى المواد الاختيارية، هنا زاد يخمم. خاطر كيف كيف عن الفنون، الفنون اللي قد تأهلك انك باش اذا كان انت عندك تكوين، فما برشا تلامذه يعملوا تلقاهم عاملين دبلوم موسيقى خارج المعهد، فما تلامذه ينشطوا في نوادي للفنون التشكيليه، يعني عندهم مهارات. يعني كل تلميذ هنا يلزمه يقيس المهاره نتاعو، يعني ندرى غايته انه يتعلم لغه جديده تفتح له افق، او انه غايته يمارس في نفس الوقت المادة الاختيارية بالنسبة لي هو تولي مادة درس وهواية في نفس الوقت إذا كان هو كان يمارس فيها، أو أنه كما قلنا عنده، نعاود نرجع، عنده مشروع يتطلب وجود هيك المادة الاختيارية. إذا ونرجع بالأساس، كل تلميذ ماذا به يعرف ما هي المواد الاختيارية المتاحة في المعهد متاعه. ما نقولوش معناها إذا كان مش موجودة في المعهد راهو ما يجمش يقراها، باش تولي يلزم يصير تنسيق ويشوف انه اقرب معهد يجم يوفر له الماده الاختياريه اللي مش موجوده في معهده. وهنا نلقاو شويه صعوبات في التنسيق ما بين جداول الاوقات ولا التنقل، ساعات المعهد يكون بالحق قريب وساعات المعهد يطلب تنقل معناه فوق 10 15 كيلومتر. اذا هنا التلميذ يسال ويستفسر في المعهد نتاعو ساعه شنو عنده، وهل يتطابق، هل تتطابق هذه المواد الاختياريه مع رغباته، والا انه الامكانيات المتاحه في المجال القريب المعهد. اوكي ميرسي. اوكي يعطيك الصحه على هذا التدخل. فمش سؤال اخر لوليد؟ فرصه راهي بالنسبه لكم. اي
هاي نوري. السلام مدام، سلام مرحبا. حبيت نسألك على الكوفيسيون بتاع العلوم التجريبية في سنة ثالثة. هاي في العلوم التجريبية باه لي كوفيسيون بتاع الماتيريت معناها الضوارب باه عارفش نحط لكم انا قدامكم ان دوكيومون فيه الضوارب الكل متاع لي ماتيغ الكل باه شعبة العلوم. شنو العلوم التجريبية اش تحب معناها رياضيات علوم تقنية ولا علوم تجريبية اش تحب بالضبط؟ ورياضيات باه علوم تجريبية بقى. في شعبة العلوم التجريبية مثلا العربية ضرب 2، الفرنسية ضرب 2، الإنجليزية ضرب 2، تاريخ والجغرافيا والتفكير الإسلامي 1، الفلسفة هذه في السنة الثالثة، الرياضيات ضرب 3، العلوم الفيزيائية ضرب 4، وعلوم الحياة والأرض ضرب 4. نعم نفسي إيه في الرياضيات بالنسبة لشعبة الرياضيات العربية ضرب 1، الفرنسية ضرب 1، الإنجليزية ضرب 1، الفلسفة ضرب 1، الرياضيات ضرب 4، العلوم الفيزيائية ضرب 4، علوم الحياة والأرض ضرب 1. فهمنا؟ أنا أعطيتك راهو لي كوفيسيون تاع السنة الرابعة تاع الباك، خاطر بيان سور احنا باش نخمو على المستقبل نتاعنا. فهمتني؟ اي انت معناها نور حايره تمشي السنه الثالثه رياضيات ولا السنه الثالثه علوم تجريبيه هكا ولا اي باه؟ دونك باش تعتمد اون برومي ليو على شنو باش تعتمد؟ شنو الكريتير اللي باش تعتمدو اون برومي ليو انت بالنسبه لك؟ لا ريت انت ذي ما زلت ما نعرفش، يزمك تعرف من تويكا شنو انت تحب تطلع نهار اخر اون فافور الحلم نتاعك، مش تركز امورك في هالايامات هذوما القليله باش تعرف روحك شنو الشعبه اللي تحب تمشي لها. انا 80% حتى علوم تجريبيه. اي 80%. اي شنو في مخك نهار اخر باش تعمل معناه؟ طبيبه. اي دونك طبيبه ماذا بيك تمشي تعمل علوم تجريبيه دي لو ديبي. مش معناها كان تعمل مات ما تمشيش تعمل معناها طبيبه من بعد، اما ركز انت شوف روحك اما خير معناها في المات والفيزيك والا في العلوم والفيزيك لي كومبيتونس نتاعك اما خير. فهمنا؟ ميرسي. اي بون كوراج. فماش سؤال آخر لولاد؟ فماش أولياء ينجموا يحبوا يدخلوا معانا عندهم سؤال؟ هكاك نكونوا كملنا الحصة متاعنا، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله نتواصلوا معاكم مرة أخرى.